البقاء لله، وفاة فنانة مصرية كبيرة. ننشر التفاصيل لهذا الخبر المحزن وعاجل منذ قليل، إعلان حالة الطوارئ في مصر ولكن بشكل مختلف، وننشر التفاصيل. وفي خبر عاجل، مسؤولة تدعو بعض المصريين إلى عدم الخروج من المنازل، وننشر بالتفاصيل. ظاهرة غريبة ونادرة تحدث في مصر، وتفاصيل أسعار الفائدة العام 2022 في جميع البنوك المصرية، وبيان هام من المركز المصري، ونبأ عاجل من المشير خليفة حفتر. ننشر التفاصيل لكل الشعب العربي. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل في هذا الفيديو لأكثر من 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكثر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. أول خبر معانا، والبقاء لله، وفاة فنانة مصرية كبيرة وحزن كبير. ننشر التفاصيل. رحلت الفنانة عايدة عبد العزيز مساء الخميس الماضي 3 فبراير 22 عن عالمنا بعد صراع مع المرض. وأعلن خبر وفاتها الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لصحيفة مصراوي، قائلا إن الفنانة قديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض. وأضاف أن أسرة الراحلة لم تحدد حتى الآن موعد ومكان جنازتها. وقدمت عايدة عددا من الأعمال السينمائية أبرزها النمر والأنثى للزعيم عادل إمام وحائط البطولات وغيرها من الأفلام، منها عفاريت الأسفلت وفجر الإسلام وخلطة فوزية وكشف المستور وبوابة إبليس والحرامي والعبيط وخرج ولم يعد. ومن أبرز أعمالها التلفزيونية يوميات ونيس وملكة في المنفى وأوراق مصرية والفرار من الحب وكعب داير والحفار وضمير أبلة حكمة، يعني ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها بإذن الله ويصبر أهلها. وللأسف يعني خبر محزن، فنانة كبيرة ترحل عن عالمنا وتذهب لعالم آخر، يعني حاكمه رب العالمين، فربنا إن شاء الله يرحمها ويغفر لها بإذن الله ويصبر قلوب أهلها ويصبر يعني قلوب محبينها. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل منذ قليل، تفاصيل إعلان حالة الطوارئ المختلفة في مصر. وأعلن عدد من المحافظات المصرية رفع حالة الطوارئ مع استمرار التقلبات الجوية في مصر واستمرار حالة الطقس السيء، وتشهد محافظة الأقصر حالة من الطقس السيء، كما تسود أجواء باردة على مراكز ومدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر. وأعلنت محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ بالتنسيق مع مراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الطقس يعني المتقلب وتفادي أي حدوث أي مشاكل أو أي طوارئ في هذا الوقت. وتسببت سوء الأحوال الجوية بمحافظة الأقصر في إلغاء 30 رحلة بالون طائر كان من المقرر أن تحمل على بطنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وتم تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر حتى إشعار آخر من قبل سلطات الطيران المدني. من جانبه وجه محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوي المواطنين. من جانبها شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء انخفاضا شديدا في درجات الحرارة وبلغت 6 درجات تحت الصفر فوق قمم الجبال، وترتب عليها تكون ثلوج خفيفة على بعض هذه القمم، ورفعت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى. كما شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم أنحاء المحافظة وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة. وأعلنت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحي إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد المصرية وصحيفة الشروق، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إعلان حالة طارئ في بعض المحافظات المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وربنا يحفظنا إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي خبر عاجل مسؤولة تدعو بعض المصريين إلى عدم الخروج من المنازل. قالت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية في مصر إيمان شاكر إن مصر بتشهد تقلبات جوية منذ أمس، بدأت بنشاط رياح مثيرة للأتربة على معظم الأنحاء. وأوضحت أن التقلبات الجوية أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب هبوب الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، حيث أدت إلى إثارة الرمال والأتربة. وأضافت ننصح مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية بعدم الخروج من المنازل والالتزام بارتداء الكمامات. وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة DMC، تساقطت الأمطار على العديد من مناطق الجمهورية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، كما أن تساقط الأمطار مستمر على مدار اليوم مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة. وتابعت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية، بداية من مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط والعريش ورفح، وتكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. هذا كان يعني خبرا آخر من الأرصاد المصرية، والمسؤولة بتدعو بعض المصريين في المناطق يعني اللي بتبقى مرجح انها ينزل فيها عدد كبير من الأمطار بغزارة، يعني انهم ما يخرجوش من المنازل إلا للضرورة القصوى. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر بالتفاصيل ظاهرة غريبة ونادرة تحدث في مصر. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر وقوع ظاهرة نادرة الحدوث تسمى السراب العلوي، وهي شكل نادر ومعقب من السراب يحدث تشوه كبير للكائن أو الجسم، وغالبا ما يصعب التعرف عليه. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ظاهرة السراب العلوي تحدث عادة في الأماكن القطبية أو في الصحراء، وقد يشمل أي نوع من الأشياء البعيدة بما في ذلك القوارب والجزر والسواحل. وأشارت إلى أنه في كثير من الأحيان تنتهي ظاهرة السراب العلوي بسرعة، وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة ومنتصبة على الجانب الأيمن لأعلى ومكدسة فوق بعضها البعض، وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب. وأوضحت أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار، حيث تكونت مجرى جوي. ولفتت إلى أن الانقلاب الحراري هو حالة الغلاف الجوي، حيث يوجد هواء أكثر دفئا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ. وهذا الانقلاب الحراري هو عكس ما هو عليه عادة، يكون الهواء عادة أكثر دفئا بالقرب من السطح ويكون أكثر برودة على مستوى أعلى. وأشارت إلى أنه في حالات الطقس الهادئ تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة تنكسر الأشعة الضوئية من خلالها وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة والمنتصبة. وتتطلب الظاهرة وجود قناة لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب. وتظهر في الصور اللي قدام حضراتكم السفن في خليج السويس وكأنها تطير في الهواء ولا تبحر في المياه، حيث شكلت هذه الظاهرة جدلا واسعا في مصر من قبل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل أسعار الفائدة العام 2022 في جميع البنوك المصرية
وبيان هام من المركز المصري. أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وقالت اللجنة في بيان إنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وأضاف البيان أن المعدل السنوي للتضخم ارتفع ل 5.9% في ديسمبر 21 ومن 5.6% في نوفمبر 2021، مستأنفا اتجاهه التصاعدي منذ مايو 21. وفي ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر 21 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 6% في 21 من 5.8% في نوفمبر 21، متأثرا جزئيا بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطا تضخمية ضعيفة خلال 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية. ويتوقع مراقبون أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة في الشهور المقبلة وربما يتجه لرفعها تحت ضغط التضخم العالمي والتنافس مع أسعار الفائدة في بعض البلدان. المصدر معانا كان من سبوتنيك. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. والبنك المصري يعني بيفضل ثابت على سعر الفايدة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ونبأ عاجل من المشير خليفة حفتر لكل الشعب العربي. أعلن المشير خليفة حفتر عودته لمنصبه قائدا للقوات المسلحة الليبية وعودة الفريق عبد الرازق الناظوري لرئاسة أركان القوات المسلحة. كان حفتر قد أعلن في سبتمبر الماضي تعليق مهامه العسكرية رسميا، وأعلن تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام قائد العام. وأعلن المشير حفتر تعيين عبد الرازق الناظوري في منصب قائد الجيش لمدة 3 أشهر حتى 24 من ديسمبر المقبل، والذي كان مقررا للانتخابات الليبية. كانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز قد شددت مطلع يناير الماضي على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو 22. وقالت ويليامز في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية إن الأمم المتحدة تعمل مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن، مضيفة أن هذه المؤسسات تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تؤدي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا أكدت أن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا قرار ليبي. وعبرت عن ثقتها في إمكانية الاستمرار في الاستجابة لأصوات الليبيين الذين يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع ويريدون إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة، مؤكدا الانتخابات ستذهب بليبيا إلى مستقبل أكثر ديمقراطية، خاصة أنها تعيش حاليا في حالة فوضى. وكان سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قال الثلاثاء الماضي إن واشنطن تدعم جهود استعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. يأتي ذلك بعدما سادت حالة من الغموض حول مصير العملية السياسية في البلاد في ظل عدم إجراء الاستحقاق في موعد مقرر 24 ديسمبر الماضي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.